سمعونا الفاتحة للنبي اللي احنا نوصل بالسلامة. احمد طنطاوي فتحت ليه الشراعة عمدا ليخرج من مصر. مصر دي ليها الف باب، يلزمك الف وش عشان تعرف تخشها. ابرز مثال ابو تريك، وابرز تاني مثال هو المثال الحاضر احمد طنطاوي. يوم ما طلعت من مصر قلت انه ما عليش فيها مخالفة مرور، ويوم ما قررت العودة قلت انه سجل القانوني ناصع. مصر دي يا سيدي عاملة زي يكون مولد كبير قوي وزحمة، وزمتي المالية طاهرة، وسلوكي السياسي والعام منضبط ومستقيم. تعرف انت لو جوه المولد دوت وما معكش غير على القد يعني ما تلاقيش لا تاكل ولا تشرب ولا تنام، بلد صعب. وأعلن إنه في لبنان وهيرجع مصر يوم 6 مايو ويترشح للرئاسة. ما يبقاش قدامك غير حل واحد، إنك تراهن على كل اللي معاك، لا كسبت لا خسرت، وأنا ما بحبش الرهان. يديمها علينا نعمة الأمن والأمان، ده أمر مهم. يا أهلان، إزيك يا نجم التخلية؟ عم العالم. هيسيبوك؟ مش هيسيبوك، هو مش عايزك تستقر، والله ما عايزك تستقر. العبد اللي مقطوع. وبعدين يا باشا انا احتبر هنا في الكويت وانت الكفيل بتاعي. زق باساليب كتيره جدا ان يخرج من مصر، ضبط مخابرات، نصيحات، ده احنا بنساعدك، ده احنا تنقل. يعني ايه؟ لا احنا مش هنسكت، راينا عمرنا ما غيرناه ومش هنغيره في اللي انتوا عارفينهم تماما. وايه كمان؟ قول كلامك حكم. انتوا في ناس حضر الحوار ده مش حابينهم، انتوا كشعب ردود افعالكم. شايفين قيمة العلام يا بقر؟ وانا هقولك، انت مش حابب فلان حبه؟ لا، الوشوش القديمة خلاص اتحرقت، عاوزين بقى وشوش جديدة. احمد طنطاوي رجوعه للسجن مباشرة، رسالة، هما بيوصلوا رسالة بوضوح، انت هترجع في السجن. ما انا نفس الكتف، بس انا بقى اتولدت كده. عيب خلقي. سيسي مش عايزه من مصر، ومن كتر المصايب اللي عنده مش عايز صداع وضغوط بقى ويفرج عنه. خد ولع انفخ في همومك. النهارده انا بتكلم لانه انا اتعلمت من تجربه مريره، ووصفتها في نهايه 4 سنين بانه انا اتعلمت الدرس القاسي عبر الزمن الفادح. اسمع يا سيدي الفاضل، كل حاجه معايا هنا اساسا لعبه، لعبه بنلعبها عشان نعيش. ان دعوتي للحوار الوطني، وقال اللي قال يا ابن آدم في الأرض تسعى ولا تختشيش، التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي. لا تبيع دماغك لغيرك ولا تبيع له حشيش. هذا الرجل عندكم ثقة في هذا الرجل؟ سف في التراب وابلعه، أحسن من الحوجة، كل اللي جاي حيجي. هذا الرجل رئيس مصر هو اللي دعا لهذا الحوار، وحتى لو ما يجيش هي لعبة بنلعبها، لعبة بلقمة عيش. قال الناشط الحقوقي حسام بهجت والمحامي خالد علي إنه تم القبض على 2 من أقارب أحمد الطنطاوي. اسمع معايا وشوف يا اللي عليك العين، كل الأحبة 2-2، وانت يا كلبي حبيبك فين؟ محدش يفكر ان طولة بالي وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع. كلام في ثانية الا ثانية. انتباه يا نمر ابو الرجالة، وصل. قسما بالله اللي حيقرب لها انبح نبحة الطاعة. إذا كنتوا عايزين تتصالحوا قولولي، بس أنا مقدرش أتصالح. تطلعونا. بسم الله العظيم، أن أحافظ مخلصا على نظامكم، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة الأراضي. لا، هو ده آخري وباجي وآخري. لا أشيله من فوق وش الأرض. يبقى وجب علينا حق الانتداب. ليه مش عايز طنطاوي؟ تهم الطنطاوي الوحيدة هتبقى أنه عايز يترشح قدام السيسي. اللعب مش بيستاهل، بس العيشة تستاهل. سمعونا سقف يا حضرات. أنت متخيل مجرمين؟ مردوش ناس تعمل قايمة اسمها الأمل تنزل قدام قايمة المخابرات في مجلس الشعب. ده لسه عندك أمل؟ طب ناس بتعمل خلية الأمل، السجل الجنائي للإخواني صدر ضده 3 أحكام قضائية مجموعة 23، ده كان زمان، تجاوزنا 70 سنة بفضل الله. انت لا مؤاخذة واخد 25 سنة،
يعني ميت ميت، رجل بره ورجل بره. مش عارف ايه التهمة في انه مواطن مصري ادعم سياسي نهجه المعلن والثابت والإصلاح. دي خساسة ابو صلاح، الممنوع مرغوب. هو احنا مش من حقنا نحلم يعني ولا ايه؟ ولا انا فاضلي طالعة كمان بعد دي واكمل تمن المركب، باسبور اسود وهج. انتوا مين؟ انتوا مين؟ الزبون اللي ما يحسش ان ده مكانه يبقى ليه الادب. عايزين تخلوا بالكم منهم معايا اهلا، مش عايزين لو سمحتم اسكتوا. واحنا بقى بنموت في قله الادب. انا قلت لكم مره قبل كده، يا هنحكمكم يا نقتلكم، اختاروا، يا تتحكموا يا تتقتلوا. ها ايوه انا بقول لكم كده. انت متخيل ايه القصه؟ يعني متخيل هنتعامل ازاي بقى مع اي حد يقرب لنا؟ عشان عين واحده ما تشوفهاش يا عم حسن. تعمل انتخابات عشان انت تنجح فيها، تيجي تنتقم مني؟ ده مش هيحصل، ده انقلاب. اقطم اقطم بقى في الحوار ده وما تفتحوش تاني. حافظوا على مصر، حافظوا على الثوره. الحفاظ على الثورة اللي احنا اكتسبناه بعرقنا وبدم شهدائنا وبمسيرتنا سنتين ونص، حافظوا عليها كلكم يا مؤيدين ويا معارضين. اوعوا الثورة تتسرق منكم بأي حجة. الحجج كتير والسحرة كتير. أو اتهم عمه بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة 70 منشوراً. بس كده المرزقانة هتنشف، صاحبك هيلعبها معنا برازيلي ولا إيه؟ أما خاله فاتهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وحيازة 20 شمروخاً ومنشوراً. البرازيل راحت عليها، أنا هلعبها مع ألماني. بقول لكم هتتعبوا معايا أكتر. لا انت اللي هتتعب معانا. انا عند عهدي مع الناس. اتفرجوا دلوقتي على دور الابطال. هل حديث مرسل ام معاه ادله؟ لا لا، دي وثائق وادله ومش موجوده هنا. مش موجوده في مصر. بره مصر. ايوه. فاضل دي اخر حبايه. يا مصريين، ان انا بتعامل معاكم على ان انا رئيس، انا بقول لكم غيروا الموضوع دوت. انا مش رئيس. انت نادي يا يلا روح. وفي الوقت ذاته وبنفس القدر. وتدين اشخاص كثيرون. طب دي الوقت فكت تجيب قد ايه رجاله وسلاح؟ حوالي. لن اسمح له بالاقتراب من الكرسي ده. حلوين. لن يسنيني عن استمرار في ان اقول وان افعل. ايه يا مر، ناوي على ايه تاني النهارده؟ هنقطع مصر ولا ايه؟ وحياه المكسيك لسه ما خلصتش.